الدولة المعروفة أن هناك العديد من يقول من يذهب إلى الصين لاستيراد المنتجات في مصر يقابل بسؤال أنت واخد المنتج ده فين؟ إذا كنت واخده في مصر ممكن يدوله بأقل لأن بيدهوله بأقل جودة وأقل من المواصفات اللي هي بتقبلها بعض الدول. جهاز حماية المستهلك تنبه لهذه الظاهرة وإن إحنا قدمنا فيه قانون حماية المستهلك. تعلموا حضراتكم ان احنا قاعدين بنحارب على قانون حماية المستهلك منذ فترة كثيرة، يعني احنا كنا انتهينا منه من 2014 لانه كان احد نتاج توأمة مؤسسية مع الاتحاد الاوروبي ان احنا كنا في خلال هذه التوأمة اللي كانت مع المانيا وفرنسا واسبانيا كنا استقينا كل ما هو مطبق في العالم وقلنا احنا عايزين نبتدي من حيث انتهى الاخرين وليس من حيث بدأ الاخرين.